أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للحياة أبعاد لا يمكن إحصاؤها، وكما أبعاد الحياة فإن أولياء الله الذين يوفقهم رب العالمين لكي يكونوا قدوات في هذه الحياة لهم أبعاد كثيرة لا تعد ولا تحصى. فمثلا الإمام الحسين سلام الله عليه لحياته أبعاد، منها مقاماته عند ربه وما وفقه الله عز وجل في هذه الحياة واختاره لتلك المقامات. فأول شيء وأهم شيء بالنسبة إلى الحسين وبالنسبة إلى جده وأبيه وأمه وأخيه أنه اصطفاء الله، فالله اختاره كما اختار أولياءه السابقين. فمقاماته عند ربه بعد عظيم من أبعاد حياته. وثانيا إنجازات الإمام الحسين وما قام به بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان هو وأخوه الإمام الحسن مثل يدي الإمام علي، وفي مختلف مراحل حياة الإمام بعد رسول الله. وأيضا هنالك أبعاد لشخصيته وفضائله ومناقبه وما حدث له وما صدر منه سلام الله عليه. وأيضا للإمام الحسين بعد الفضيلة وبعد النهضة. فالإمام قام بعمل عظيم وتمثل ذلك في نهضته المباركة والتي انتهت باستشهاده عليه السلام في سبيل مبادئه وقيمه ومثله. كان الإمام كأنه قرآن يمشي على قدميه، كأنه رسالة جميع الأنبياء تمثلت فيه، كأن رايته هي راية جميع من بعثهم الله عز وجل و أرسلهم إلى البشرية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.